للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. يا أستاذ جمال أهلا بيك، وكلمنا عن أهم الملفات والقضايا اللي هيناقشها الحوار الوطني والاستعدادات كمان اللي تمت لانطلاق الجلسات غدا الأربعاء. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين يا فندم. ويعني ينطلق غدا قطار الحوار الوطني بعد عام مضى من الجلسات التي تجاوزت 23 جلسة لمجلس الأمناء. كل جلسة استغرقت ما بين 8 إلى 10 ساعات، أنتجت 113 قضية، 19 لجنة، 3 محاور: المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، 44 مقرر عام ومقرر مساعد للجان. تلقت في خلال هذه الفترة يعني آلاف من المشاركات وعشرات المئات من المقترحات. خلية نحل وعمل كانت مستمرة طوال عام مضى. في الحقيقة يعني وصلت إلى محطة جديدة من عمر هذه المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 إبريل في إفطار الأسرة المصرية من العام الماضي. إذن 3 مايو غدا سيكون تاريخ مهم وفاصل يسجله التاريخ بأحرف من نور في تاريخ الدولة المصرية، لا سيما أن هذه المبادرة لم تكن مسبوقة بشكل حقيقي وواقعي، وأنا أثق فيما أقول بأنها مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث. وبالتالي غدا يعني سنشهد الصورة تعبر عن أهداف ورسائل الحوار. الصورة التي تذاع غدا في الافتتاح على الهواء مباشرة هي رسالة إلى من يهمه الأمر بأننا أمام جمهورية جديدة ومسار جديد وانفتاح مختلف على كافة الأطياف السياسية للمجتمع المصري، وأن الدعوة الكريمة التي أطلقها الرئيس جاءت في محلها وتوقيتها وحققت حتى هذه اللحظة، رغم أن الحوار سيبدأ غدا ويفتتح غدا، إلى أنها حققت المستهدف منها. يعني بعيدا عن القضايا التي سأحدث حضرتك عنها والتفاصيل الكثيرة، إلى أنني يعني يسعدني أن أقول أنه يكفي أن هذه المبادرة طوال عام مضى نجحت في أن تقرب وجهات النظر. يعني من مختلف، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، من المعارضة للموالاة إنجاز التعبير وغيرها، وما كان لهذه الرؤى أن تتوافق وتحقق هذا التوازن بدون هذه المبادرة. لأن هذه المبادرة قطعت أشواطا كبيرة جدا في تقريب وجهات النظر وتقريب المسافات، وفتحت ذراع الدولة لكل المصريين للمشاركة في صناعة قرار يتعلق بالمستقبل. وهنا هذه المبادرة هي المحطة، غدا 3 مايو محطة جديدة للانطلاق نحو المستقبل. نعم. طيب. لفتح آفاق جديدة في التعامل مع الأجيال المصرية الصاعدة. أستاذ جمال، يعني الحوار الوطني بيناقش حوالي 100,000 مقترح بتشمل كل التخصصات والمجالات سواء كانت سياسية اقتصادية أو اجتماعية، كلمني عن دلالة هذا الرقم الضخم. يعني عفوا يا فندم، يعني تلقى يعني ايه عشرات المئات من المقترحات. يعني ما تم التوافق عليه والاتفاق عليه هو 113 قضية، 113 قضية تندرج تحت الثلاثة محاور: المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. وال 113 تم توزيعهم على 19 لجنة، وكل لجنة يعني ستتولى يعني النقاش داخل جلسات. وبعد جلسه الافتتاح برضه خلينا نقول انه بعد الافتتاح غدا سيتم الاعلان لاحقا خلال يعني ايام قليله او ساعات عن بدء الجلسات المتخصصه. يعني وتم الاتفاق برضه، وهذا خبر لحضرتك، على انه هيكون الانعقاد يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الاربعاء. ويوم السبت على سبيل المثال هيكون مخصص للمحور السياسي، والمحور السياسي هنعقد فيه بالتوازي جلستين مثلا من 11 ل 2، وجلستين تانيين من 3 ل 6، وهكذا. يعني
ممكن الجلسه تبقى ساعتين ونص، ممكن تبقى ثلاثه على حسب اهميه الموضوع ومساحات النقاش، ودي بتختلف من موضوع لموضوع. يعني اذا اربع جلسات في اليوم، اربع جلسات في اليوم في ثلاث ايام في الاسبوع، يعني 12 جلسه اسبوعيا. طب بالنسبه ليوم السبت المحور السياسي، يوم الاثنين المحور الاقتصادي، وهكذا اربع جلسات ايضا، يوم الاربعاء المحور المجتمعي اربع جلسات ايضا. نعم. وداخل كل جلسه يشارك من 30 ل 40 متحاور، وبالمناسبه هذه الجلسات يعني معظمها سيكون على الهواء مباشره او بحضور، يعني بعضها يحضره وسائل الاعلام، يعني في القسم المشترك انه جميع وسائل الاعلام ستكون حاضره، بعضها سيتم اذاعته على الهواء مباشره، جلسه غدا ستكون على الهواء مباشره. وخليني برضو اكلم حضرتك عن يعني تفاصيل جلسه غدا، لانه الناس بتترقب ماذا يحدث في الافتتاح، ويعني حسب تواصلي مع المنسق العام الاستاذ ضياء رضوان في الحقيقه اكد لي على انه هناك ما يقرب من 20 كلمه لجميع ممثلي الطيف السياسي، وانه في الجلسه الافتتاحيه يعني ستشمل كلمه للسيد عمرو موسى والسيد حمدين صباحي والدكتور عثمان بدراوي، بالاضافه الى يعني نخبه من قاده الاحزاب والنقابات والممثلين وفيلم وثائقي ورسائل مهمه سيعرضها المنسق العام الاستاذ ضياء رشوان، وسيتحدث عن تفاصيل ما الايام التي تعقب هذا الافتتاح. ايضا خليني اقول لحضرتك برضو انه من ضمن الانجازات التي تمت خلال الفتره القليله الماضيه، وتحديدا في الجلسه 17 لمجلس امناء الحوار الوطني، انه مجلس الامناء يعني انتبه لموضوع مهم وقضيه مهمه، وقضيه الاشراف القضائي الكامل، لانه كانت ستنتهي في 17 يناير 2024. وبالتالي تقدم باقتراح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اطلق المبادره، ويعني هذا الاقتراح تضمن تمديد الاستمرار بالاشراف القضائي الكامل على الانتخابات، على كل الانتخابات، لانه دي كمان يعني صحيح الماده 210 من دستور 2014 يكون مر عليها في 17 يناير 2024 10 سنوات، وبالتالي كانت الاستجابه سريعه من السيد الرئيس باحاله هذا المقترح. صحيح. انا بشكرك طبعا استاذ جمال الكاتب الصحفي الاستاذ جمال الكشكي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، وصلت الصوره